شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حديثنا في هذا اليوم حول الإعجاب بالنفس. أولاً، ما هو مفهوم الإعجاب بالنفس؟ وما هو معنى العجب؟ العجب معناه تعظيم الذات لواجديتها صفة من صفات الكمال. إذا واحد كانت عنده صفة من صفات الكمال فاستعظم ذاته لواجديتها لهذه الصفة، هذا الفرد يقال عنه إنه معجب بذاته. لا فرق أن تكون هذه الصفة من الصفات الحقيقية الواقعية أو تكون صفة من الصفات الاعتبارية. واحد يملك المال، الملكية صفة من الصفات الاعتبارية، يستعظم ذاته لأنه واجد للمال، هذا يطلق عليه العجب. فرعون كان يقول: هذا الطاغية المتكبر. طبعا ما عندنا فرعون واحد، هنالك فراعنة كثيرون، ولعله واحد منا والعياذ بالله يكون فرعونا في بيته، ولكن ما عنده قدرة، ما عنده إمكانية. فرعون هو كان رجل عادي، كان مثل بقية الناس، جاء إلى مصر من بلد آخر مثل البقية، كان يغسل الموتى كما يقولون.
ولكن هذه الروح كانت في باطنه، هذه الروح الخبيثة، هذه الروح الشريرة كانت في باطنه، ما كان لها مظهر، كان يغسل الأموات كما يقولون. في يوم من الأيام الله أعطاه القدرة، أعطاه السلطة، أعطاه المكنة، هذه الروحية اللي كانت عنده وهو غسال للأموات ظهرت، فقال للناس: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مصر، أنا مالك لمصر، وما هي قيمة ملكك لمصر؟ وما هي قيمة الأنهار التي تجري من تحتك؟ ولكن هذا أصابه بالعجب، هذا الكمال الموهوم، الكمال الاعتباري، الكمال المتخيل، أصابه بالعجب والبطر والكبرياء والغرور، إلى أن انتهى به المقام أن يقول: أنا ربكم الأعلى. واحد في عرش مصر، فوق عرش مصر، يقول: أنا ربكم الأعلى. وواحد في بيته يكون فرعونا ويكون طاغية ويقول لزوجته وأولاده: أنا ربكم الأعلى. الروحية نفس الروحية، ولكن المظاهر تختلف. يملك المال فيقول: أنا ربكم الأعلى. أو يملك العلم، يملك العلم صفة حقيقية مو صفة اعتبارية، المال الملكية صفة اعتبارية متخيلة الملكية، ولكن العلم صفة حقيقية، واجديتها واجدية حقيقية. فواحد يعجب بذاته لأنه عالم، هذه حالة شجرة في القلب، ولكن تظهر إلها مظاهر، هاي الصفات النفسية إلها مظاهر، تظهر في الكلمة التي يقولها، في النظرة التي ينظرها، في الخطوة التي يخطوها، في البطشة التي يبطشها، في كل شيء هاي الصفة تظهر. شايفين الشربات القديمة شلون الماي يترشح منها وكل إناء بالذي فيه ينضح؟ البحر شايفين يعطي رطوبة في أطرافه؟ هذه إفرازات النفس، انعكاسات النفس الخبيثة أو النفس الطيبة. فواحد عندما يكون معجب في ذاته يظهر في كل شيء، في حركته، في سكونه، في نظره، في كلامه، في تعامله مع الآخرين، في تعامله مع الفقراء، في تعامله مع المحتاجين إليه. واحد محتاج إجا إليه يتعامل معه بشكل آخر، هذا إذا كان فقير هو هالشكل كان يتعامل مع الآخرين، إذا كان جاهل هالشكل كان يتعامل مع الآخرين، إذا ما كان مقتدر هالشكل كان يتعامل مع الآخرين. لكن هذه الصفة تأخذه وتجعل إلى سلوك متميز، نظرة متميزة، حالة متميزة. يصعد فوق المنبر يعجب بعلمه فيقول: سلوني قبل أن تفقدوني. واحد يقول: سلوني قبل أن تفقدوني بحق، مو لأنه يريد التكبر، وإنما يريد أن يستفيد الناس، يريد أن ينتفع الناس، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مو حاشاهم أن تكون في قلوبهم ذرة من الكبر أو الغرور أو العجب أو ما أشبه ذلك. يعتبرون أنفسهم عبيداً أذلاء،
أمام الرب الجليل. أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى، أتعلم لماذا اصطفيتك بكلامي؟ واحد الله تعالى يختاره لكي يكلمه، هذا هواي مقام عظيم، هواي درجة عظيمة عند الله تعالى. أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ ليش؟ ليش موسى كلم الله؟ ملايين البشر لعله كانوا في ذلك اليوم، ولكن الله ينتخب واحد منهم لكي يكون كليمه وخليصه وصفيه ونجيه. أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي، دون بقية الخلق، ملايين مليارات كم كانوا في ذلك الوقت؟ الله أعلم. قال: يا رب، ولم ذلك؟ ليش؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: إني قلبت عبادي ظهرا لبطن، نظرت إلى جميع الخلق، اختبرت إلى جميع الخلق، شنو الصفة اللي كانت مميزة في موسى؟ مو في موسى فقط، في كل أنبياء الله، في كل أولياء الله، في الأئمة صلوات الله عليهم، كانت عندهم هذه الحالة: فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا لي منك. الأولياء يشعرون بالذلة أمام الله، بالحقارة أمام الله، بالتواضع أمام الله، بالضعة أمام الله، وحتى مع خلق الله ما عندهم حالة تكبر، حالة تجبر، حالة تعالي على الآخرين، هذا فقير، هذا مسكين، هذا مستضعف. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، جبار في كلامه، جبار في موقفه، جبار في حركته. شنو هذا العمل؟ شنو هذا الموقف؟ لماذا؟ لأنك تملك قليلا من العلم، أو لأنك تملك قليلا من المال؟ حقيقة هذه حالات طغيان النفس، حالات العجب، حالات الكبرياء، حالات الغرور. أما أولياء الله نفوسهم دليلة، بذلة يتعاملون، بذلة النفس لا بذلة الموقف. أذلة، لاحظ الآية الكريمة شلون حلوة، أعزة على الكافرين، هذا موقفهم تجاه الكافرين، أما مع المؤمنين شنو؟ أذلة على المؤمنين. هذه بعد، كلنا عبيد الله، إحنا مثل الآخر، شنو واحد يسوي له مقام أعلى من الآخر؟ يتكبر على الآخرين، بالذات على الضعفاء. عند حاجة، الحديث ما أتذكره، إذا واحد إجا إلى حاجة، مضمون الحديث: ينبغي أن تضحك في وجهه، أما قطب في وجهه وتخاشن معه وما أدري وما أقدر، لا اضحك وي، إذا تقدر نفذ حاجته، إذا ما تقدر قل له ما أقدر، الله يوسع عليك. هسه راجعوا الحديث، شوفوا ألفاظ الحديث، ألفاظ عجيبة في الحديث: حقا عليه أن يضحك في وجهه، اضحك في وجهه، هذا أخوك، هذا عبد من عباد الله، منتهى القضية أن الله أعطاك مالا وما أعطى مال، الله أعطاك علما وما أعطى علم، الله أعطاك مكانة ما أعطى مكانة. فلم أجد فيهم أحدا أذل نفسا لي منك، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب، هذا تذلل لله، يضع خده على التراب، على التراب نوع من التذلل، نوع من التواضع، نوع من الخضوع، نوع من الخشوع. فأولياء الله بعيدون عن هذه الحالات، ولكن ذلك الرجل المغرور المعجب بنفسه يصعد فوق المنبر ويقول، وهو مقاتل كما يقولون، يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. المهم، فيقوم له رجل: سلوني عما دون العرش، العرش وما فوق ما أعلم، أما دون العرش سلوني عنه. فيقوم له رجل
ويقول عندما حج آدم صلوات الله وسلامه عليه بماذا حلق رأسه؟ بالشنو؟ مكينة خب ما كانت ذاك الوقت، موس ما كان في ذلك الوقت، بشنو حلق رأسه؟ فتحير مقاتل، ما الذي يقول؟ فقال هذا مو سؤالك، هذا الله ألهمك هذا السؤال حتى يحطم عجبي بذاتي. ما أعرف. سئل الإمام الهادي صلوات الله عليه كيف حلق آدم رأسه؟ فقال إن الله تعالى أنزل ياقوتة من الجنة فوضعها على رأسه فتناثر هذا الشعر. شنو كانت هذه الياقوت؟ لا نعلم. على كل حال هذه صفة، صفة العجب، صفة شجرة خبيثة أصلها في النفس وفروعها تظهر من العين ومن الأذن ومن اللسان ومن اليد ومن النظرة ومن الضحكة ومن التقطيبة، كل هاي مظاهر تلك الشجرة الخبيثة. إذن العجب شنو صار مفهومه؟ استعظام الذات لواجديتها صفة من صفات الكمال. هسه صفة كمال حقيقي أو صفة كمال موهوم، هذا مبحث. المبحث الثاني أنه شنو أثر العجب؟ واحد عندما يصير معجب بذاته، بعبادته، بعمله، بعلمه، شنو أثره؟ هواي إلى آثار، المقام يضيق عنها، ولكن من آثاره منع الازدياد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يروى عنه أنه قال الإعجاب يمنع الازدياد. الإنسان شنو اللي يحركه؟ الشعور بالقصور، الشعور بالنقص، الشعور بالفقر، الشعور بالفاقة، هذه هي المحركات للإنسان عادة. إذا واحد شعر بالعجب، وجدت فيه هذه الشجرة الخبيثة، العجب أو الإعجاب يمنع الازدياد، يتوقف إذا لم يتراجع يوما بعد يوم. إذا واحد أعجب بعلمه بعد ما إلى محرك لطلب العلم، بعد خلاص الحمد لله اكتفينا وتوصلنا وانتهى كل شيء، بعد ماكو داعي للحركة في هذا الطريق، في طريق التكامل. إذا واحد أعجب بعبادته يتوقف عند حد معين، بعد ماكو داعي. إذا واحد أعجب بمشاريع الخيرية يتوقف عند هذا الحد. أنتوا لاحظوا حقيقة تاريخ علمائنا، بالذات علماء أهل البيت الذين ساروا على منهج أهل البيت ونهلوا من ذلك النمير العذب، حقيقة لا تجدون في علماء الآخرين مثل هذه الصفوة، مثل هؤلاء العلماء. تشوف عالم يكتب كتابا، كتابه هواي له قيمة، واحد يؤلف كتاب واحد لا يعرف معنى الكتاب إلا المؤلف، كتابه هواي له قيمة. تشوف عالم من علماء الغرب يكتب كتاب واحد، عالم كبير كتاب واحد، أعظم مؤرخ في هذا العصر، ما أعلم حي الآن أو ميت، يكتب موسوعة. إيش قد الموسوعة؟ افرض 20 مجلد وانتهى. هذا أعظم مؤرخ من مؤرخي الغرب، الصور توفي قبل أعوام. ولكن تجد هذا العالم الذي نهل من نميره أهل البيت، من هذا المنهل العذب،
دائما يركض من أول إلى يوم يغمض عينه، يكتب كتابا وكتابين وثلاثة كتب وأربعة كتب ومئة كتاب، ويشعر بأنه بعده ما مسوي شيء، يشعر أنه لم يؤدي حق الله عليه. العلامة الحلي رحمة الله عليه حقيقة هذا الذي له فضل عظيم علينا جميعا، هذا العالم يؤلف مو كتاب وكتابين وثلاثة كتب، يؤلف ألف كتاب. أتصور لن تجدوا في التاريخ إلا أفراد على أصابع اليد يؤلفون ألف كتاب، رقم خيالي. وأي كتب؟ شلون كتب حقيقة؟ قبل مدة ما أدري 40 سنة 50 سنة كما نقل، عرض إحدى كتبه، أرادوا طبع إحدى كتبه، كانت في مسألة رياضية في كتاب الإرث، معادلة رياضية، فعرضوها على العلماء اللي كانوا هناك، ما عرفوا أن يحلوا هذه المعادلة الرياضية اللي كاتبها قبل حوالي 800 عام مثلا، فعرضوها على أساتذة الرياضيات في جامعة بغداد، فعجزوا عن حل هذه المعادلة، قالوا لازم تودوها إلى البلد الغربي الفلاني حتى هذه الأدمغة الجبارة تتمكن أن تحل هذه المعادلة الرياضية التي كتبها العلامة قبل حوالي 700 أو 800 عام. حتى وهو فوق ظهر الداب يذهب من بلده إلى بلد ثاني لحضور مجلس عقد اضطر إليه، حتى فوق ظهر الدابة يكتب، يكتب. عندما يرجع يقول له ولده فخر المحققين: ما الذي عملت في هذه السفرة؟ فيخرج من جيبه كتابا ويقول: ألفت هذا الكتاب، وهو كتاب تبصرة المتعلمين اللي بقي من قبل 700 800 عام إلى هذا اليوم يدرس في الحوزات العلمية، تبصرة المتعلمين. في العراق كان يدرس، في إيران يدرس، في حوزات علمية. يعني ماكو حد يقف عنده العمل. أنا سويت مسجد، انتهت القضية؟ لا، وإنما هنالك مسجد ثاني ومسجد ثالث ومسجد رابع ومائة مسجد. السيد البروجردي رحمة الله عليه نقل أنه في أخريات أيام حياته كلش كان متأثر متضايق، فسأله البعض من خواصي أنه ليش متضايق؟ قال: في الواقع أنا أشعر أن عمري قد دنا، أجلي قد دنا، بعد أنا على وشك الموت ودا أروح وما قدمت لآخرتي شيء. شو هذا شعور المؤمن؟ هذا شعور المؤمن الحقيقي، ما قدمت لآخرتي شيئا. فقالوا له: بنيت هذه المساجد، مرجع من مراجع التقليد، عملت كذا وكذا وكذا. قال: فأين القبول؟ أنا عملت ولكن الله يقبل أعمالنا ما يقبل أعمالنا؟ أكو قبول؟ صلواتنا اللي صليناها الله قبلها أو ما قبلها؟ واجد لشرائط الصحة، واجد لشرائط القبول، ما سوينا عمل نحبط هذه الأعمال، هاي قدرتنا كانت. وما جنب أعمالنا في قدر نعمك نقرأ في الدعاء. شنو قيمة هذه الأعمال أمام عظمة الله، أمام نعم الله سبحانه وتعالى؟ قال: فأين القبول؟ قبلت أعمالنا ما قبلت أعمالنا؟ واحد يجب أن يكون له عنده أمل بلطف الله برحمة الله، يكون عنده رجاء، هذه من صفات المؤمن، ولكن يجب أن يركض ركضا إلى الله: يا أيها الإنسان إنك كادح. مهما عمل الإنسان لأجل الله فهو قليل. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا كلنا إحنا نقوله يوم القيامة، كلنا نقوله بعد الموت، ولكن الآن ما نفهم في الواقع. حجبت عنا تلك الأبعاد، حجبت عنا تلك المقاييس.
الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه مرجع من مراجع التقليد، وتعلم مرجع يعني شنو؟ مرجع يعني أنت تدير بيتاً فيه 5 أفراد، أنت مسؤول عن 5 أفراد، تشعر بثقل هذه المسؤولية، تحتاج إلى الركض من الصباح إلى الليل لأجل ذلك. فمرجع يقلده الشيعة، يقلده المؤمنون، مسؤول عن كل هؤلاء المؤمنين، وما انتفع من دنياه شيئاً، ما بنى لنفسه بيتاً، ماكو مانع أن يبني بيته، ما في إشكال، قل من حرم زينة الله. ولكن الشيخ الأنصاري عاش فقيرا ومات فقيرا، قال ما أحب أن اسمي يمحى من ديوان الفقراء، أحب أظل فقير إلى النهاية. ما استفاد من دنياه شيئا مع هذه المسؤولية الضخمة. لاحظوا هذا العمل، لاحظوا هذا العطاء. قالوا له في يوم من الأيام أنه شيخنا أنت هواي أمين، أمين أنت، الأموال هذه تأتي تحت يديك وتعطيها وما تستفيد منها لنفسك شيئا. فقال شوفوا شلون المؤمن يفكر، شلون هذه الروحية اللي الله تعالى خلدها بعد 140 عام نذكره، وفي كل يوم لابد أن يذكر 10 المرات في الحوزات العلمية، روحوا إلى الحوزات العلمية في كل مكان. قال الشيخ وقال الشيخ، قال الشيخ الأنصاري، وهذه نظرية الشيخ الأنصاري، كان ما مسوي شيء، مو يقول بلسانه، هذا حقيقة قلبه. إحنا أحيانا نقول لا ما مسوين شيء، لكن في قلبنا لا هواي سوينا شيء. شنو سوينا؟ ما الذي فعلنا لله؟ ذلك العابد أنقل بين قوسين، الإمام الصادق صلوات الله عليه ينقل، يقول عبد الله في مغارة، ترك البلاد وترك زينة الدنيا وزهرتها في مغارة سنين طويلة إلى أن مات. الإمام يقول يوم القيامة يؤتى بهذا العابد، الإمام بعلم الإمامة يكشف المستقبل، الله تعالى يقول له يا فلان أدخل الجنة بفضلي، أدخل الجنة بفضلي. فيقول العابد يا الله أنا عبدتك سنين متمادية كذا كذا من السنوات، مثلا كنت أصوم في كل نهار، أقوم الليالي. العابد بعد عابد معناته شنو؟ عابد يعني عادة يقوم الليل إلى الصباح ويصوم النهار. إحنا قمنا يوم من الأيام بالعبادة إلى الصباح إلا في ليالي القدر. المهم الله يقول ما يخالف، كلام صحيح، يا ملائكتي تعالوا أوزنوا كل عبادته مع نعمة واحدة من نعمي عليه في الميزان، فتوزن فترجح تلك النعمة الواحدة على كل عباداته. فيقول يا الله لا، أدخل الجنة بفضلك. فيقول له أدخل الجنة بفضلي. شنو سوينا احنا؟ الصور مسوين شيء؟ هذا حقيقة شعور المؤمن. قال الشيخ أنا شنو مسوي؟ أنا ما مسوي شيء، وإنما مثلي مثل حمالين بين النجف وكربلاء. أكو حمالين عندهم دواب، تعطوه بضاعة في النجف تقول ودي هذه البضاعة إلى كربلاء أو من كربلاء إلى النجف، شايفين واحد منهم يبوق هذه البضاعة؟ لا. شايفين واحد منهم يبوق هذه البضاعة؟ لا. أنا مثلي مثل هؤلاء الحمالين، الله يعطاني مال قال أعطي لأهلها، أنا ما أعطي لأهلها، ما سويتش، ما سويتش. حقيقة شعوره هذا مو تصنع، مو كذب. التاجر الذي يدفع خمسة هذا ما مسوي شيء حقيقة، الله تعالى أعطاه الثروة، أعطاه العقل، أعطاه القدرة، أعطاه المكنة، يمن على الله بأنه دفع خمسة. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، لله المنة. الله إذا كان يقول اعطي كل أموالك من أجلي كان له الحق في ذلك.
الله امتن على هذا العبد، أعطاه كل شيء، يقول أربعة لك حلالا طيبا وواحد لي فقط. فإذا واحد حتى دفع الحقوق الشرعية لم يفعل شيئا حقيقة، هذه الحالة يجب أن تكون في المؤمن في كل شيء، في العبادة، في العمل، في الخدمة، في التأليف، في خدمة المحتاجين، في قضاء حوائج الناس، في الدعاء نقرأ ولا تخرجني من التقصير، دائما يشعر بالتقصير، دائما يشعر بالانكسار، دائما يشعر أنه مطلوب وأنه يجب أن يكدح إلى يوم يلقى ربه. فيلقى ربه وعينه قريرة ويدخله الله في رحمته مع الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يخرجنا من التقصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز، علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.